انا ايه، عندي 25 سنه، اتخرجت سنه 2020 من جامعه زويل، واشتغلت بعدها ريسيرش اند تيتشنج اسيستنت، وبعد كده سوفت وير ديفلوبر، ودلوقتي داتا انجينير. عشان ناخد اي قرار او نحل مشكله، اول حاجه منطقي بنسالها ايه هي الحاجه اللي نعرفها عن المشكله دي، ايه البيانات اللي عندنا. بعد كده من البيانات دي بنطلع منها استنتاجات وملاحظات بتساعدنا في القرار اللي هناخده او في طريقه حل المشكله. جزء اساسي من وظيفه مهندس البيانات ان هو يجمع الداتا دي من اماكن مختلفه ويعرضها بطريقه بتساعد في الهدف المطلوب. ايه امثله للداتا دي عندنا؟ مثلا تغير المناخ في دول مختلفه على مدى فتره زمنيه معينه، او توزيع الموارد او اسعار السلع. تحليلها بيساعدنا اننا ناخد قرارات مدروسه لتوفير الغذاء مثلا وتحسين جودته، او التنبؤ والتعامل مع الكوارث الطبيعيه بشكل افضل. جزء اساسي من شغل التيم بتاعي اننا بنحط الداتا دي على انتراكتيف مابس ونطلع منها جرافس تلخصها، وجزء كبير منها متاح على البلاتفورمز بتاعتنا لو حد عايز يدخل يتفرج على داتا هو مهتم بيها. من زمان وانا مهتمة بالتكنولوجي، مدرستي بعتبرها هي اول مايلستون في اهتمامي بالكارير ده، لان كان كل سنة بنختار تحدي من المجتمع حوالينا ونقترح له حل، وعادة كان بيبقى جزء من المنتج عبارة عن سوفتوير، فده كان بيبقى اكتر جزء مهتمة بيه. بعد كده في الجامعة اخترت هندسة الاتصالات والمعلومات، فكان في جزء كبير عن البرمجة والاي، وده كان اكتر جزء بعمل فيه مجهود وانا مبسوطة بده، وكنت كل ما اتعلم فيه اكتر ببقى مدركة ازاي التكنولوجي ممكن تساعدنا في حياتنا عامة وتخليها اسهل، فبقيت مهتمة اطبق ده في اي مكان اروحه، واخترت ان ده يبقى الكارير بتاعي. وفي الشغل كل فترة بجرب حاجة مختلفة، لان التك سكوب واسع قوي ولسه في حاجات كتير متحمسة ان انا اجرب نفسي فيها. هقولهم زي ما دايما بقول لنفسي، ما يخافوش من التجربة. اول خطوة ممكن تبقى صعبة، بس حتى دلوقتي الموضوع بقى اسهل كتير لأي حد عايز يتعلم حتى لو هو بره المجال خالص، لان بقى في مصادر تعليمية كويسة قوي متاحة على منصات كتير، فممكن وناس كمان بيشاركوا خطط تعليمية ليهم، فممكن بتدخلوا تبصوا على ده وتجربوا بنفسكم وتقرروا، فما تخافوش من التجربة.